وقعت صباح اليوم جريمة قتل في منطقة رأس النبع شارع عمر بن الخطاب، حيث قام المدعو فادي عين بقتل زوجته السابقة ندى باء بمسدس حربي. وفي التفاصيل أن الجانية لحق بطليقته بعد أن وقع إشكال بينهما فهربت منه وظل يلحق بها حتى وصلت إلى الشارع، حيث أطلق عليها النار فأصابها برصاصات عدة. وأفادت المعلومات إلى وجود خلافات مادية بينهما وهما مطلقان، وكان فادي يتردد دوما إلى ندى ويطالبها بالمال ويسلبها مجوهراتها. وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بتفتيش شوارع منطقة رأس النبع بحثا عن مطلق النار. أنا بروح عمل طبيعي في الملعب.